سويت تقريبا 5 عمليات واحدة ورا الأخرى، بالأخير أدت هذه العملية الأخيرة إلى بترها، يعني بعد ما استجابت رجلي للعلاج أو للعمليات. يوم 27 الصابت الدخانية انضربت برجلي. تبقى قنبلة مباشرة دخانية، يعني كسرت الفخذ مالتي صار قد الإصابة. وهي عذرتي تدمتك لأن أنا برجلي أول مرة ضبطت قدام نظبت نظبت الولادة. كان يصير علي رجع ما رجعت كان يضربني برجلي بعد. بدل ما قنبلة مسيرة الدموع نفتت برجلي وما حسيت، أنا بس أنا واقع ورجلي دخ. حسب نوعية المرضى اللي تم استقبالهم في مركز بغداد للتأهيل الطبي، الحالات هي تكون كسور في الأطراف العليا والسفلى مع إصابة في الأنسجة الرخوة في الأعصاب أو البتر. فهاي الحالات، هاي نوع من الحالات لما تدخل المركز تحتاج أولا إلى العناية الطبية الكاملة من عناية تمريضية ومعالجة الألم وباقي الأدوية وباقي الرعاية اللازمة. على مستوى التأهيل الطبي من علاج TCI هاي المسألة تحتاج وقت، يعني تحتاج أقل شيء من 3 إلى 4 أشهر من العلاج التأهيلي المستمر إلى أن نقدر ننهي العلاج بدون مضاعفات. سويت تقريبا 5 عمليات واحدة ورا الأخرى، بالأخير أدت هذه العملية الأخيرة إلى بترها، يعني بعد ما استجابت رجلي للعلاج أو للعمليات. بعض الحالات ممكن تكون كمضاعفات هي بتر في الأطراف، هاي تحتاج إلى فترة أطول قد تمتد إلى 1 سنة تقريباً.